السلام عليكم أحبتي الكرام، وصلنا الآن إلى هذا الاختبار المهم. راح نراجع مجموعة من الدروس خلال 10 دقائق ونجري اختبار جميل جدا راح يمكننا من حفظ كلمات أكثر ومراجعة جيدة حتى نتطور باللغة الإنجليزية. هدفنا هو طبعا مراجعة حفظ 10 كلمات جديدة مع طريقة استخداماتها في جمل. راح نعطي مراجعة بسيطة بالأول وبعدين راح نجي إلى مجموعة من الأسئلة وراح أشرح لكم بعد لحظة كيفية الاختبار. طبعا هدفنا أنه 95% من الكلمات نحفظها الآن حفظ نهائي بحيث نستطيع أن نستخدمها من نقراها نفهمها وأيضا من نسمعها من شخص نفهم المقصود من عندها. ركز معي جيدا حتى نحقق هذا الهدف ونتطور باللغة الإنجليزية. طريقة الاختبار هي أنه تراجع معي جميع الكلمات أولا وركز معي واحفظها جيدا. اثنين، أجب على كل سؤال الوحدة بالتسلسل. من يجيك الأسئلة بعد لحظات أجب على كل سؤال لوحدة، اكتب الإجابة بالتعليق وخلي فراغ، ومن يجيك السؤال الثاني أيضا اكتب السؤال الثاني، اكتب كلمة السؤال الثاني والإجابة مالته، والسؤال الثالث والإجابة مالته، والسؤال الرابع وهكذا، واتركها بالتعليق أسفل هذا الفيديو حتى أمر عليها وأراجعها وأشوف كمية الإجابات الصحيحة والإجابات الغير صحيحة حتى تتمكن من حفظ هذه الكلمات بالطريقة والأسلوب الصحيح. طبعا إذا عندك بعض الأخطاء بها راجع الأسئلة من جديد حتى تجاوب عليها وتحفظها بشكل جيد. المراجعة طبعا راح نبدأ بالدروس من درس 21. عندنا كلمة address 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 ونقدر نستخدمها لها عدة معاني تأتي بمعنى عنوان، خطاب، براعة أو عنونة، خاطبة أو جمعة. address address خلينا نعرف شلون نستخدمها. المثال في جملة she is gone from this address. she is gone from this address وتأتي بمعنى لقد ذهبت من هذا العنوان. لقد ذهبت من هذا العنوان. She is gone from this address. She is gone from this address. ركز على اللفظ الصحيح لأن راح تجينا بعض الأسئلة يطلب من عندك كيفية لفظ بعض الكلمات وبعض الجمل. She is gone from this address. She is gone from this address. الكلمة 22 كلمة admit. admit طبعا مرت علينا سابقا. admit تأتي بمعنى يعترف admit أو سمح بدخول أو قبل سلم أو اتسع لي. admit نأخذ مثال على كلمة admit. They were too scared to admit. الجملة سهلة جدا لكن ركز معي جيدا. They were too scared to admit what happened to them. كانوا خائفين جدا من الاعتراف بما حدث لهم. They were too scared خائفين جدا to admit من الاعتراف أن يعترفوا what happened to them بما حدث لهم. What happened to them. They were too scared كانوا خائفين جدا to admit من الاعتراف what happened to them. نأخذ الكلمة اللي بعدها اللي هي كلمة adult. adult تأتي بمعنى بالغ راشد أو خاص بالبالغين. adult مثال I had lost my best friend. لقد خسرت صديقي العزيز أو صديقتي العزيزة. The girl I had grown into an adult with. الفتاة التي كبرت معها حتى البلوغ. لقد فقدت أعز صديق لي. I had lost my best friend. لقد خسرت أعز صديق لي. The girl I had grown into an adult with. الفتاة التي كبرت أو بلغت معها أو كبرت معها حتى البلوغ. Grown into an adult with. Good. نأخذ الكلمة اللي بعدها.
effect effect تأتي بمعنى أثر في قلد تكلف أثر في أكثر شيء طبعا تأتي تظاهر أو شعور أو عاطفة effect effect your attitude will affect how successful you are سيؤثر سلوكك على مدى نجاحك your attitude سلوكك will affect سوف يؤثر how successful you are على مدى نجاحاتك كلمة بعدها كلمة add جمع ضم أضافة وتأتي بمعنى معدل add we would like to add our congratulations 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 نود أن نضيف تهانينا جيد الكلمة اللي بعدها again مرة أخرى ردا على أو ثانية she got up and then sat down again نهضت وجلست مرة أخرى against ضد أو تجاه أو بالمقابل مثال على هذه الكلمة he gave evidence against me he gave evidence against me قدم أدلة ضدي evidence أدلة against me ضدي he gave evidence against me قدم أدلة ضدي كلمة بعدها agency وكالة أو قوة أو قسم إداري مكتب تجاري وواسطة وكالة أو قسم إداري agency she is working for an advertising agency إنها تعمل لصالح وكالة إعلانات advertising agency وكالة إعلانات she is working for an advertising agency إنها تعمل لصالح وكالة إعلانات خلينا نأخذ الكلمة اللي بعدها age عمر سن أو عصر أو دهر أو قدم age مثال في جملة الآن The dog is 13 years of age. الكلب يبلغ 13 سنة من العمر. The dog is 13 years old. Good. ننتقل للكلمة الأخيرة اللي هي رقم 30. كلمة agent تأتي بمعنى عامل عميل أو وكيل أداة ممثل نائب عميل سري لديها مجموعة من المعاني نقدر نقول وكيل أو ممثل أو حسب الجملة اللي تجي بها كلمة agent This has been confirmed to me by the legal agent تم تأكيد هذا لي من قبل الوكيل القانوني legal agent وكيل قانوني legal agent this has been confirmed to me تم تأكيده لي to me by من قبل the legal agent this has been confirmed to me تأكيده لي been confirmed to me تم تأكيده لي by the legal agent ممتاز الآن راح نبدي بالسؤال الأول استعد جيدا
وركز وابدي جاوب على سؤال، كل سؤال على حدة، واكتب الأجوبة بالتعليق. السؤال الأول، ترجم هذه الجملة للغة العربية. هذه الجملة ترجمها للغة العربية، اكتب سؤال رقم واحد وإجابته، اكتب الجملة بالعربي، معنى هذه الجملة. She is gone from this address. She is gone from this address. الآن اكتب الإجابة على هذا السؤال الأول. She is gone from this address. She is gone from this address. ممتاز. طبعا إذا ما عرفت الإجابة انتقل للسؤال الثاني، مو مشكلة، راح ترجع تراجعها بعدين بالتسلسل وتبدي مباشرة بالاختبار وتسوي الاختبار مرة ثانية. إذا خلينا ننتقل للسؤال الثاني، عندنا كلمة أدمت، ترجم هذه العبارة راح تطلع عندنا الآن للغة الإنجليزية، يعني اكتبها باللغة الإنجليزية باستخدام الفعل أدمت. استخدم الفعل أدمت بهذه الجملة، كانوا خائفين جدا من الاعتراف بما حدث لهم. شلون نكتب هذه الجملة باللغة الإنجليزية؟ مرت علينا قبل قليل. استخدم كلمة أدمت في تكوين هذه الجملة. كانوا خائفين جدا، اكتب هاي أول شيء، كانوا خائفين جدا من الاعتراف، to admit، بما حدث لهم. نعم، اكتب الإجابة الآن. نفس الحالة هنا، إذا كنت تعرف الإجابة اكتبها وحاول بيها، وإذا كنت ما تعرف الإجابة بعد ما نخلص كل الاختبار ارجع راجع الدرس مرة ثانية. سؤال الثالث، adult، شنو نريد من عندك؟ اكتب معنى هذه الكلمة، نريد منك معنى كلمة adult واستخدمها في جملة. adult، شنو معنى كلمة adult؟ نعم، اكتب الإجابة واستخدمها في جملة. خلينا ننتقل للسؤال الرابع. طبعا إذا قبل ما ننتقل، إذا كنت تحتاج الوقت أوقف الفيديو، اكتب الإجابة ثم استمر. كيف تلفظ هذه الجملة؟ راح تطلع عندنا جملة، طبعا أنا ما راح أقرأها، أريدك أنت تقرأها بالطريقة الصحيحة. هذه الكلمة بعد هاي الكلمة. ممتاز، اقرأها. كيف تلفظ هذه الجملة باللغة الإنجليزية؟ هنا راح أعطيكم مساعدة، راح نقرأها سوا طبعا، بس حاول انت اولا ان تقراها لوحدك. Your attitude، احسنت، Your attitude will affect how successful you are. احسنت، جيد. حتى تحفظها وترسخ عندك كررها 5 مرات بصوت مرتفع حتى تتقنها بشكل افضل. Your attitude will affect how successful you are. خلينا نروح للسؤال الخامس. Add، اكتب معنى كلمة add واستخدمها في جملة، يعني كون جملة مستخدما كلمة add فيها. ايضا اكتبها بالتعليق. سؤال السادس، ترجم هذه الجملة للغة الانجليزية باستخدام الفعل او كلمة again. نهضت وجلست مرة اخرى. هي نهضت وجلست مرة اخرى. كلمة again استخدمها بجملة. أول شيء انطيني معناها وبعدين استخدمها بجملة. كلمة again. نروح السؤال السابع. Against. المطلوب منك أيضا نفس السؤال اللي قبله، ما هو معنى كلمة against؟ انطيني معناها واستخدمها بجملة. Against، ما هو معنى كلمة against؟ اكتب الإجابة واستخدمها بجملة. خلينا نروح للسؤال الثامن، ترجم هذه الجملة للغة العربية. She is working for an advertising agency. ترجم هذه الجملة للغة العربية. She is working for an advertising agency. أيضا اكتب الإجابة بالتعليق. خلينا نروح للسؤال اللي بعده. سؤال التاسع، The dog is 13 years of age.
ترجم هذه الجملة للغة العربية. ما هو معنى هذه الجملة؟ The dog is 13 years of age. ترجم هذه الجملة للعربية. نروح للسؤال الأخير وراح نخلص، وأتمنى تكونون جاوبت على كل الأسئلة. خلينا نشوف شنو السؤال الأخير. كلمة agent، اكتب معنى هذه الكلمة. المطلوب منك حتى يكون سؤال سهل، ما راح أطلب منك هنا تستخدمه بجملة، لكن أعطيني ما هو معنى كلمة agent. ما هو معنى كلمة agent؟ إذا كملت من هذا السؤال أتمنى أن تكون فعلا استفادت من هذا واستطعت أن تجيب على جميع الأسئلة اللي مرت علينا بهذا الدرس لهذا اليوم. لا تنسى الاشتراك والضغط على إعجاب لهذا الفيديو وتفعيل زر الجرس حتى تصلك جميع الدروس الباقية من هذه الباقة المميزة، أفضل باقة لتعلم اللغة الإنجليزية. تجمع كمية كبيرة من الكلمات والمفردات مع اللفظ الصحيح، مع الكتابة الصحيحة، مع طريقة استخدام سهلة بسيطة ومهمة ومفيدة جدا. ولا تنسى مشاركة هذا الفيديو مع جميع أصدقائك، لأن هدفنا نشر العلم للجميع مجانا، وهذا هو رسالتنا في الحياة. فأتمنى أن تشاركنا هذه الرسالة وتشارك معنا في نشر العلم للجميع حتى نفيد أكبر عدد من الناس. شكرا لكم على المتابعة، ولا تنسوني من صالح دعائكم. كنت معكم في الإعداد والتقديم حسين الغالبي. إلى اللقاء.